وهذا السائل يسأل يقول: يا شيخ، ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ واجبنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به والتصديق به صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله، وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأنه هو قدوتنا ودليلنا إلى ربنا. فيجب علينا محبته أول، نحبه أكثر مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. نقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل أحد بعد محبة الله سبحانه وتعالى. أولا محبة الله جل وعلا، وهذا عبادة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من حقوق الرسول الواجبة علينا، ثم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه فيما أمر، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالمحدثات والبدع. هذا هو الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقدم قوله على قول كل أحد، لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. نعم، جزاكم الله خيرا.